مرحبا. السكر ما بيقتصر فقط على الإنسان وإنما النحل كمان، فمن خلال رحلاته المتعددة بيتناول بعض النحل مادة الإيثانول المخدرة الموجودة ببعض أنواع الثمار الناضجة، فبيسكر وبصير عنده نفس عوارض البشر. أما الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة متقلب على الحوض الشرقي للمتوسط وبيتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة. اليوم بلبنان رح يكون غائم مع أمطار غزيرة نهاراً وعواصف رعدية متفرقة ورياح ناشطة، وبتتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر. نبقى هلأ بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض المناطق اللبنانية. منروح سوا إلى شمال لبنان حيث عم بتسجل درجات الحرارة بعكر تحديداً 2، طرابلس 12، جبال 13، برمان 11، بيروت 13، بيت الدين 3، صيدا 12، صور 13، بنت جبال 6، نبطية 7، راشية 6، زحلة 5، بعلبك 4، الأرز 3 تحت الصفر، والهرمل 9، والرطوبة بتتراوح بين 60 و85%، حرارة سطح الماء 19 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و35 كيلومتر بالساعة، والرياح عم بتكون جنوبية غربية بتشتد لتوصل أحيانا إلى 50 كيلومتر بالساعة. أما كيف رح يكون طقس اليومين الجايين؟ خلينا نشوف سوا. لليل رح توصل درجات الحرارة للعشرة، نهار الجمعة بتتراوح بين 10 و18، السبت بين 11 و17، واليوم بنهار رح توصل أقصاها ل 18. نبقى هلأ بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. الكويت 15، بغداد 15، عمان 6، دمشق 7، ومننتقل إلى الجزائر 13، تونس عم بتسجل 16، طرابلس 14، ومننهي مشوارنا بباريس 9، روما 11، وأتينا 12. وهيدا كان كل شيء. Bye.